السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنديروا طنجية في الكوكور. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجوا في المقادير الكيلو ديال اللحم من جهة ديال الفخذ من جهة الملج، نص كاس ديال زيت الزيتون، حامضة مصيرة صغيرة. في التوابل كنحتاجوا ملعقة كبيرة ديال الكمون، شوية القليل راس المعلقة من البزار البيض، وشوية الملح، خمس فصوص ديال الثوم، شوية الزعفران شعرة، وملعقة كبيرة ديال السمن، والماء اللي غادي يطيب لنا فيه اللحم. نبقاو مع الطريقة. في كوكوط أو طنجرة الضغط كنديرو اللحم، كنزيدو عليه الزيت، نزيدو فصوص ديال الثوم، كنضيفو الكمون والبزار والملحة، حامض مصير اللي قطعناه على أربعة، السمن، والزعفران اللي سبق لينا وسخناه. نزيدو الماء الكافي فين باش يطيب اللحم، يتغطى اللحم. كنسدو على الكوكوط وكنديروها فوق نار مهيله حتى كيطيب اللحم. بعد ما كطيب الطنجيه كتجي على هذا الشكل، هذا كنقدمها في الطبسيل اللي غنحطها فيه ورجع معاكم. بعد ما قدمنا الطنجيه كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، والى عجبتكم ما تنسوش دعم القناه بضغطكم على الزر الاحمر اشتراك وزر الاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.